أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، عالم الطب والصحة. كثير من النساء يمكن بتعاني من آلام في الحوض، مشاكل يمكن بتقلك في عندي ألم دائم، في مشاكل مستمرة، وهون يجب يمكن استشارة طبيب، لأنه كثير من الناس يمكن تأخذ مسكنات تستمر هاي الحالة لفترات طويلة. أكيد نور، عم نحكي عن موضوع مخصص واللي هو بيخص طبعا سرطان عنق الرحم. صحيح. وهو من الأورام الشائعة بين السيدات. اليوم رح نتعرف على الأسباب، كيفية العلاج، وكثير من التفاصيل مع ضيفنا الدكتور حسن عبد القادر حسن، متخصص بعلاج الأورام ومدير مركز الأمل الطبي التخصصي. سعد أوقاتك وأهلا وسهلا. سعد أوقاتكم، صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف شو هو سرطان عنق الرحم، يعني مو أي ألم بالحوض، فينا هيك مشان الصبايا والسيدات ما يخافوا طبعا، مؤشر لسرطان، بس بالبداية خلينا نعرف شو هو وبأي عمر ممكن، يعني دائما السرطانات كنا نشوفها بأعمار كبيرة، هلأ بالعشر سنوات الأخيرة عم نشوف أعمار كتير صغيرة للأسف. طبعا اكيد مهم هذا الموضوع، مثل ما حكيتي انه نحن اليوم ما جايين نخوف سيداتنا، بالعكس جايين نعطي شويه نصائح لحتى نقول لهم انه هاي الاعراض ليس بالضروره ان تكون هي سرطان. على الاكيد سرطان عنق الرحم هو مثل باقي السرطانات عباره عن انقسام غير طبيعي للخلايا، يؤدي الى تكاثر خلوي غير ممنهج، يؤدي إلى تشكل خلية وكتلة سرطانية. طبعاً مهم جداً ننتبه أنه هذا السرطان هو من السرطانات الأكثر شيوعاً عند السيدات، وممكن يكون له الترتيب الثاني أو الثالث بعد سرطان الثدي. والأعمار التي معرض أنه نشوفها أو كثير أنه نشوفها بهذا النوع من الأورام هي التي بتكون بين 45 إلى 60 سنة. هاي هي الأعمار الأكثر شيوعاً لسرطان عنق الرحم. ممكن طبعاً أنه نشوف بعض الأنواع بأعمار أقل أو بأعمار أكبر، ولكن الأكثر شيوعاً عم تكون بهذا الرينج بين 45 إلى 60 سنة تقريباً. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي أكثر عن المسببات، عن الأعراض اللي ممكن تشوفها السيدة، وهل هي ممكن تحس بوقت مبكر أم أنه لحتى تكتشف الموضوع ممكن يكون دخلنا بوقت ما عاد ينفع فيه العلاجات الطبيعية؟ تمام. أكيد الأعراض هي الشيء الأساسي اللي لازم ننتبه له. الأعراض أساسية بنشوف أنه في عندي نزوف شاذة نسائية، هذه النزوف بدها تكون خارج أوقات الدورة الشهرية، أو نزوف غزيرة، أو مختلطة بين مفرزات مع بعض التشكلات الدموية، أو حتى آلام حوضية. وفي بعض الأحيان قد تكون أعراض غير نسائية، إذا كان الورم مرتشح بالأعضاء المحيطة ممكن يكون نزف بولي، ممكن يكون نزف مع الخروج. هذه الأعراض التي تستدعي دائما الانتباه لها ومراجعة الطبيب. المشكلة أحيانا أن أورام عنق الرحم قد تكون بدون أعراض، وهنا تكمن الخطورة. فوجوب جدا أنه أنا أعمل تشيك أب لحتى اكشف بشكل مبكر. والآن تشيك أب كثير بسيط بالنسبة، يعني بدون أعراض أبداً، بدون أعراض أبداً صامت. فلذلك نسعى دائماً من خلال وسائل الإعلام، من خلالكم، أنه ننبه إلى الكشف المبكر، واللي هو بيكون عبر مراجعة الطبيب وإجراء كثير بسيط ممكن نعمله بشكل دوري، واللي هو لطاخة عنق الرحم التي تكشف عن الخلايا حتى قبل ما تشكل كتلة أو ما تشكل ورم، مقدر نكتشفها بوجودها ببداياتها، وبتخلينا نعطي بعض العلاجات البسيطة لهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي عن ما هي المسببات مرض سرطان عنق الرحم طبعاً. والوراثة قديش بتلعب دور، يعني قلت كمان جزئية انه هو ممكن يكون دون أعراض، يعني مرض صامت بشكل تام. نعم. فالوراثة ممكن إذا حدا من العيلة عنده إصابة أي سرطان ممكن. عوامل الأورام هي عوامل عديدة، ولكن سرطان عنق الرحم من الأورام المعروفة أسبابها، واللي هو صراحة سبب على الأكثر شيوعا سبب فيروسي، إصابة سابقة بفيروس اسمه فيروس الحليمي البشري HPV، وهو المسبب الرئيسي لهذا السرطان. ومن هنا نشأت فكرة أنه نحن ممكن هذا الفيروس من وين بيجي؟ بيجي من الاختلاط الجنسي، بيجي من التلوث اللي ممكن يكون عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، ممكن من الحمامات العامة، يعني كثير مهم الانتباه لهذا الموضوع. هلأ هذا أكيد ببلادنا يعني نسبة شيوعه قليلة، لأنه نحن دائما في عنا كنترول للعلاقة الجنسية، للجماع، لهالقصص هاي كلياتها، بس ممكن يجي من هذا المبدأ. فمهم جدا أنه كمان نحن نعرف أنه صار فينا نقي من سرطان عنق الرحم بأخذ لقاح
بعمر ال 12 سنة من هذا الفيروس الذي يقي بالمستقبل من أنه يصير عند السيدة أو الصبية سرطان عنق الرحم. طبعا هناك أيضا أنواع أخرى ممكن تكون ساركوما قد يكون لها دور في البيولوجيا العامة أو في التعرض أو في أنواع الأغذية أو في التدخين أو حتى في طبيعة الحياة. العامل الوراثي بس ما علاقة، يعني هذا اللي كان بدي أسألك عليه، هو هذا النوع من السرطانات سرطان عنق الرحم بصراحة لا، هل له علاقة بالوراثة أو لا؟ بشكل مباشر أو بشكل علمي أو إثبات أنه والله عندي عامل وراثي ممكن أن ينتقل من جيل إلى جيل في سرطان عنق الرحم، بصراحة ما في، لا نستطيع أن نقول له عامل وراثي مؤكد. طبعا الوراثة تلعب دور في فيزيولوجيا الجسم صحيح، ولكن أنه والله مثل مثلا ما بنسمع أنه سرطان الثدي قد يكون له دور كبير في العامل الوراثي أو سرطان المبيض مثلا أو الكولون، لا، سرطان عنق الرحم هو تعرضي، يعني بنقدر نقي نفسنا منه من خلال اتباع عادات جيدة، ابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن الـ 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 الكسل والاهتمام بالنظافة الشخصية وأخذ اللقاحات في عمر معين. إذن هناك له سبل وقاية جيدة جدا تقي منه بمعنى الكلمة. طيب خلينا نحكي عن سبل العلاج. يعني نحن بنعرف دائما مرض السرطان أساسا يعني هو ضمن ثقافتنا، كل الناس بتخاف منه، مرعب ودائما مرتبط. انا جاي اليوم عشان اطمنكم استمرار الحياه او انهائها. خلينا نحكي اكتشاف مرض عنق الرحم بالبدايه قديش مهم لآليه العلاج، وبنفس الوقت لما نقول عنق الرحم هو اغلى ما تملك المراه، الرحم هي بتنجب من خلاله صحيح الاطفال صحيح. فالموضوع حساس بالنسبه لها، قديش في احتماليه انه انا اخسر هذا الرحم او حافظ على جزء منه مع بداية الإصابة أو ممكن بالمراحل المتقدمة هون بتكون حالة مختلفة. صحيح، مثل ما قلتي نتيجة أهمية هذا العضو في جسد المرأة وأنه دائما يتعرض إلى الفحوصات، فدائما السيدة بتراجع طبيبة أو طبيب النسائي لحتى تعمل تشيك أب، إن كان على الدورة الشهرية، على عمل المبيضين، على الإباضة، على سماكة الرحم وعلى عنق الرحم. هذا الموضوع بيخلينا نكون مطمنين. الآن حتى من خلال اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان والوزارات، وزارة الصحة والتعليم العالي، هم نشتغل على هذا الموضوع أنه يصير في عنا ثقافة معروفة بثقافة الكشف المبكر حتى على سرطان عنق الرحم. وصارت عدة حملات بعدة أماكن أنه نعمل لطاخة مبكرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. وقت منكتشف بشكل مبكر العلاجات أسهل بكثير. قد يكون العلاج هو عبارة فقط عن خزع مقروطي بمكان الشك واستئصاله، وتبقى المريضة على المراقبة بس بدون استئصال عنق الرحم، بدون الدخول إلى جراحة قاسية تفقد المريضة الكثير من حيويتها بهذا الموضوع. وأيضا الجراحة عندما تكون هناك تشكل لكتلة في عنق الرحم، ولكن أيضا الجراحة لها صفات، أن تكون الكتلة بحجم معين، أن لا يكون هناك ارتشاح أو أن لا يكون هناك انتقالات إلى أعضاء أخرى. الجراحة أيضا ممكن تنقذ حياة المريضة إذا تم إجراءها في الوقت المناسب. وأيضا في بعض الأنواع العلاج الشعاعي ممكن أن يكون علاج شافي، إن كان علاج شعاعي خارجي أو منسميه نحن العلاج الداخلي واللي هو البراكي ثيرابي، واللي بتم فيه توصيل المريضة عبر جهاز يطلق أشعة اسمها السيزيوم، بتضل موصولة في المريضة تقريبا 72 ساعة، ويطبق الأشعة موضعيا مباشرة على الورم الموجود في عنق الرحم، ويمكن أن يكون شافي. في بعض المراحل التي تكون متقدمة ممكن نشارك العلاج الكيميائي مع الشعاعي، وهم منسميه دور محسس أو كونكوميتانت، منسميه أنه بيزيد من فعالية الأشعة. في بعض الحالات المتقدمة أكثر يكون دور العلاج الكيميائي الجهازي أو يكون دور العلاج المناعي والهدفي. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطة مهمة كتير، حضرتك قلت أنه ممكن يكون خزعة صغيرة تفي بالغرض صحيح. ويتم العلاج تمام. ولكن دائما نسأل، هلأ أنت قلت ببداية حديثك أنه نحن من عمر 40 تقريبا ل 60 ممكن ينصاب. نعم. هل لا يوجد حالات ابدا بعمر اصغر؟ وبالتالي بيكون السؤال هل اذا تم العلاج عن طريق الجراحه ممكن تخسر السيده فرصه الانجاب او لا ما بيأثر هذا الموضوع؟ طبعا هناك اعمار اقل من هذه الاعمار، ولكن هي بشكل نادر، لانه مثل ما قلت لكم السبب الرئيسي لهذا الورم هو انتقال الفيروس. هو الفيروس. هذا الفيروس بصيب الشابات بعمر 20 و25 ويحتاج الى
10 سنوات او 20 سنة حتى يتطور من فيروس الى كانسر. فلذلك الاعمار الاكثر شيوعا هي بالأربعين الى الستين. اما بالاعمار الصغيرة يعني اللي هي لحظة الاصابة بالفيروس ما رح يشكل سرطان مباشرة الا بحالات نادرة طبعا. طب كيف تعرف السيدة انه ممكن تصاب بهذا الفيروس؟ ممكن يكون له اعراض ولا هو صامت كمان؟ هذا الموضوع الانتباه، النظافة الشخصية، الزوج والزوجة. بس ما له اعراض هي الاصابة؟ ما له اعراض، لا طبعا. نحن اعراضه المباشرة ممكن تكون مثل ما بنعرف مثل اصابة اي فيروس، ممكن يعمل بعض البثور على المخارج التناسلية، ممكن يعمل فآليل، ممكن يعمل بعض الالتهابات، وهذا الموضوع بيحسوه من خلال الألم بالجماع، صعوبة هذا الموضوع، مراجعة الطبيب لهاي القصة دائما بتخلي هذا الموضوع يتكشف أكثر بالنسبة للصبايا والسيدات عن هذا الموضوع. فيما يتعلق أيضا بأنه قلت لكم كثير مهم واللي كثير ضروري نركز عليه هو موضوع اللقاح. يا جماعة الخير، أصبح هناك لقاح للسرطان. يعني هاي الشغلة قديش سهل أنه نحن ننشر. هذا يعطى للصبي للفتاة بعد عمر 12 سنة عشان إذا يعني دخل الفيروس هو بيتم قتله، يكون أموره تمام وما يتطور عنده سرطان عنق رحم بالمستقبل. وهذا الموضوع مؤكد ومثبت من الـ FDA وأخذ شهادات أنه فعلاً يستطيع هذا اللقاح أن يقي بالمستقبل من السرطان لعنق الرحم. طبعاً السيدة إذا عملنا له جراحة واستأصلنا له عنق الرحم ليس بالضرورة أنه نحن نحرمه من الحمل، لأنه إذا كان اكتشافه بوقت مبكر وتم استئصال فقط الجزء الموجود فيه الورم، لا بضل الرحم قادر أنه يستقبل البيوض الملقحة. بس هي نقطة خلينا خلال نوسعها أكثر لكل الصبايا والسيدات عم تابعونا، ما بأي مرحلة أنا ممكن بعدني حافظ على رحم الصبية أو السيدة؟ يعني شو هي طبعا حسب التداخل الجراحي والمرحلة النسيجية أو السريرية للورم. إذا كان الورم ما نو مخترق عنق الرحم وموصل إلى الأعضاء المحيطة، حتى لو استأصلت عنق الرحم أستطيع من خلال الطفل الأنابيب أو الـ IVF أنه أنا أعمل لقاح صناعي داخل الرحم حتى في ظل أنه ما في عنق رحم. أما بالحالات المبكرة لا، أنا بس بجرف مكان الورم الصغير وساعتها بتضل الوظيفة الجنسية شغالة وتستطيع السيدة أن تنجب، وحتى العلاجات ما بتأثر عليها للمستقبل. فلذلك دائما سر نجاح هذا الموضوع هو الكشف المبكر. طيب، لطاخة يا صبايا يا سيداتي، هي شغلة كتير مهمة ورح نرجع أكيد نأكد عليها دائما. طيب دكتور، يعني نحن دائما بنسأل هل السرطان ممكن ينشفى منه الإنسان أو المصاب بشكل تام؟ هي معضلة، يعني بنعرف في كتير من أنواع السرطانات بيتم الشفاء منها بعد فترة، ممكن يصير انتكاسة. صحيح. أو ممكن يظهر السرطان بشكل آخر. مزبوط. بالجسم مو بنفس المكان اللي ظهر منه. دائما أنا بقول خلونا نكون واضحين، وهي رسالة لكل مشاهدينا. مريض السكري ما بيطيب، مريض الضغط ما بيطيب، بضل كل عمره عم ياخذ دواء سكر ودواء ضغط، صح؟ طبعا غير العلاجات الحديثه. مريض السرطان بيطيب وبيشفى شفاء تام، ولكن هذا الشفاء يعتمد على المرحله، العلاج المبكر، وانسجام المريض مع الطبيب باختيار العلاجات الافضل. طبعا المرحله مبكره شفاء اكيد وتام. النكوسات صراحه بتصير، ولكن نسب النكس عند المرضى اللي اكتشفوا مرضهم بمرحلة مبكرة هي نسبة قليلة جدا. كل ما تأخرنا باكتشاف المرض وقدر هذا المرض يكون تعبيرية أكبر عن نفسه. بسرطان عنق الرحم انتكاسات مش ما في احتمال. بصراحة لا، قليل كتير. يعني لأنه برضه تعالج، اكتشف مبكر، تعالجت، خلصنا منه. نكوساته كتير قليلة، إلا إذا السيدة ما التزمت بالنصائح ورجعت لنفس العادات القديمة ممكن يرجع لها مرة تانية أو ينكس بمكانه. طيب هون دكتور، حضرتك قلت إنه الصبايا من عمر العشرينات تقريبا هن بينصابوا بهذا الفيروس. نعم صحيح. بتم معالجته مثل معالجة أي فيروس عادي. صحيح. وبيصير نحن بنسمع كتير أسباب إنه والله بيصير عنده التهابات متكررة. مزبوط. ممكن مزبوط. أسباب متعددة ما بيخطر بباله إنه أحد الالتهابات ممكن يكون هو الفيروس. بالتالي حتى الصبية حتى لو ما أنا متزوجة بتقدر تروح تخضع، تعمل لطاخة، تعرف تعمل فيه تحليل معينة بتنطلب؟ طبعاً أنه سيدة أو صبية ما أنا متزوجة أكيد إمكانية إصابتها بهذا الفيروس أقل. قليل كتير. حتى لو مثل ما قلت هي تعرضت لأماكن عامة ممكن ممكن، ولكن ممكن. مثل ما قلت لكم بتضل نسبتها أقل. تمام. طبعاً هناك تحاليل اسمها الواسمات الورمية بنقدر من خلالها نعرف أكيد هاي المفرزات اللي بتطلع، أيضاً ممكن تحليلها بدون اللجوء إلى إجراءات راضة أو تنظير عنق رحم أو أنه فحص نسائي راض أكيد للمحافظة على أنها هي صبية.
الآن فيما يتعلق أيضا الكشوفات الحديثة، هناك أصبح صور حديثة تستطيع أن تكتشف الخلايا الورمية داخل الجسم حتى قبل أن تشكل كتل كبيرة أو تعمل انتقالات إلى باقي الأعضاء، مثل صورة البت سكان، مثل صور حديثة تخليني اكتشف المرض في بداياته. طيب دكتور، خلينا نحكي عن نقطة مهمة. مثل ما قلت أنه هيدا الفيروس ممكن ينتقل من الأماكن العامة، قديش مهم هون؟ هي نقطة كتير مهمة، لأنه مهمة ممكن ما في حدا ما بيكون بمكان عام أو بيروح لمطعم أو بيروح لجنينة. هي نقطة مهمة اليوم، يمكن عملنا كنترول عليها وضبط خلال فترة انتشار فيروس كورونا. صحيح، فهون هي نقطة مهمة. قديش علم الناس هذا الموضوع، تعقيم المكان اللي أنت قاعد صحيح. فيه، الإيدين، المكان اللي بدك تقعد عليه، الكاسة أو الصحن اللي بدك تأكل فيهن. قد تكون هذه الثقافة فعلاً تعززت في فترة كورونا. فقديش مهم الاهتمام كثير مهم. بالأمور الشخصية كثير والأماكن العامة، يمكن قديش مهم الواحد فعلياً ما يدخل لأي مكان عام. مثل ما قلت أحياناً بيضطر، والمؤلم كمان بيكون معك أطفال. صحيح، بيضطر أنت كمان. مزبوط. يعني نحن عم نحكي ممكن هذا الفيروس ينتقل. مهم جداً والله. الآن الفيروس هو داء العصر، وكل التحذيرات والتنبيهات عم تصير أنه يا جماعة حتى لو خفت مثلاً والله موجة كورونا، خليك محافظ على رتم الأمان الشخصي والنظافة الشخصية. صحيح. والتعقيم. هلأ ما بدنا نوصل لمرحلة الفوبيا أكيد يعني، بس صحيح. إنه شيء خفيف، لأنه هاي الفيروسات مثلاً HPV هو فيروس يمكن قتله بسهولة بصراحة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم المكان اللي نحن فيه. فلذلك كتير مهم، ومثل ما قلت لكم اللقاح أصبح له لقاح، يعني هاي القصة لحالة بتعطينا أمان للمستقبل طبعاً. للصبايا الصغار، إنه فعلاً نكون عم نزيد نسبة الوعي. بالنسبة للسيدات الكبار، إنه سيدتي عملي لطاخة بشكل إنه كل سنتين أو كل ثلاث سنين مرة. هلأ الجايد لاين بقول إنه بس للإطمئنان، يعني حتى لو ما في أعراض مهم جداً إنه أنا أشتغل على قصة موضوع إنه إيمت بقدر وكيف بقدر أكشف كشف مبكر إن شاء الله. طيب دكتور، خليني أسأل بس. هلأ حضرتك قلت أنه المرضى اللي مصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط، فهن الناس بتتعايش أصلاً مع أدويتهم. صحيح. صحيح. طيب في حال سيدة بعمر كبير وانصابت بمرض سرطان عنق الرحم، كيف بيتم العلاج؟ خلينا نحكي قديه في عوامل خطورة كمان طبعاً. ممكن تأثر. نحن حكينا اللي ما عنده أمراض إذا انصاب وانكشف عنه مبكراً كيف ممكن يتعالج، ولكن نذكر شوي اللي عنده أمراض مزمنة. ونحن عم نحكي عن 100%. يعني مرض سكري أحياناً بيصيب الشباب. صحيح. مو بس كبار السن. 100%. الآن الأمراض المزمنة أكيد بتعطينا شيء اسمه ريسك فاكتور أو عامل خطورة يزيد من خطورة وصعوبة التعامل مع حالة السرطان إذا وجدت. ولكن حتى هذه السيدة الكبيرة بعمر إذا كان كشف مبكر عندها، فإجراءات العلاجية إجراءات شافية وغير راضة. ولكن لا سمح الله إذا كانت متقدمة وهناك نقائل، أكيد رح يكون في صعوبة وتحديات عالية جدا. دائما يتم اختيار البروتوكول العلاجي مناسب لعمر المريض، حالته العامة، الأمراض المزمنة الموجودة عنده، بحيث أنه تتوافق العلاجات مع الحالة العامة ولا نضر مريضنا أو نتعبه بعلاجاتنا أو خياراتنا العلاجية. الكشف المبكر، الكشف المبكر، الكشف المبكر. إجراء لطاخة كل 3 سنين لكل عمر مهم جدا. هاي الرساله. صرنا قايلين كثير اليوم، ان شاء الله يكون ان شاء الله يا رب. بالختام سريعا دكتور، مشان ما نخوف الناس والصبايا والسيدات، قديش مهم الوقايه من هيدا المرض بعد الاجراءات اللي ممكن تتخذى الصبيه؟ لانه بنعرف لانه حتى الاعراض له اختلاطات مع اعراض الالتهابات وقصص كثير، حتى الدوره الشهريه العاديه او اضطراب، فالصبيه ممكن ما تنتبه او يغفل عن بالها هيدا الموضوع. بعض النصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا. بعدي عن التدخين، اهتمي بغذائك، العبي رياضه، في حال ظهور اعراض خارجي عن الاطار الروتيني اللي بنعرفه راجعي طبيبك، ولا تخافي. هاي النصائح اللي بدي اقولها، الفحص المبكر مره ثانيه، اجراء اللطاخه كل 3 سنين، لطاخه عنق الرحم هي كشف كثير بسيط. لما نقول 3 سنين يعني هو مش سريع الانتشار، بياخذ وقت. ما سريع الانتشار، لا على مهله ممكن يعني اكتشافه. ما سريع التطور، ما هو سريع التطور. قلت لكم انه بده عشرات السنين ليتطور من فيروس الى سرطان. حتى اذا تطور ممكن اكتشافه بلطاخه بسيطه واجراء لا ياخذ غير 3 دقائق في العياده النسائيه. بالختام بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. ميرسي لكم وشكرا اكيد. الله يعطيك العافيه. شكرا لك دكتور. مثل ما قلت، اهم شيء الاستشاره الطبيه. اي فينا نقول بعض الملاحظات اللي ممكن الصبيه او السيده تنتبه لها وتحط خارج عن المالوف، هي استشاره بسيطه ممكن تكسب حياتها طول العمر. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا لكم.